إليك اعتصمت أيها الرب إلهي، فمن جميع الذين يلاحقونني خلصني وانقذني، لئلا يفترس كالأسد نفسي. هو الذي يختطف ولا منقذ أيها الرب إلهي. إن كنت قد صنعت ذلك، أو كان في كفي ظلم، أو كافأت بالشر من أحسن إلي وأبقيت على مضايق ظالم، فليلاحق العدو نفسي ويدركها، وليطأ في الأرض حياتي، وليسكن في التراب مجدي. قم يا رب في غضبك، وانتصب بوجهي حنقي مضايقيا، واستيقظ يا إلهي، إنك أمرت بالقضاء، فلتحط بك جماعة الأمم، واجلس فوقها في الأعالي. إن الرب يدين الشعوب، فاحكم لي يا رب بحسب بري وعلى نحو براءتي، فليكف شر الأشرار، أما أنت فثبت الأبرار. إنك فاحص القلوب والكلى أيها الإله البار.